السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات إلى هذه التغطية الخاصة عبر قناة السعودية، والتي نسلط فيها الضوء على أبعاد الأمر السامي القاضي بتمكين المرأة من قيادة السيارة وتشكيل لجنة عليا من وزارات الداخلية والمالية والعمل والشؤون الاجتماعية وتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء وتنفيذ القرار اعتبارا من العاشر من شهر شوال القادم من هذا العام الهجري. أيها الإخوة والأخوات، استمعتم بلا شك إلى نص الأمر السامي الكريم، والذي كان يعني مثار إعجاب ومتابعة وتعليق الكثير من الدوائر الإعلامية والمنتديات على مدار الساعة. ولمزيد من الضوء حول هذا الأمر السامي الكريم وأبعاده الشرعية والاقتصادية والسياسية والإعلامية، نسعد باستضافة عدد من أصحاب الفضيلة والمختصين في الشأنين السياسي والاقتصادي وأيضا في الشأن الإعلامي. ومعنا عبر الهاتف فضيلة الشيخ الدكتور سعد الشثري، المستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء. حياكم الله فضيلة الشيخ، ونود تعليق فضيلتكم على الأمر السامي الكريم. حياك الله، أهلا وسهلا، بارك الله فيك وفي من يستمع ويشاهد. وبعد، فأحمد الله عز وجل على نعمه وأصلي على نبيه الكريم، وأذكر بأن من فضل الله عز وجل علينا أن جعلنا من أهل هذا الدين القويم وهذه الشريعة المباركة المصلحة لأحوال الناس، كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وكما قال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ومن فضل الله عز وجل أن جعلنا في هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية التي انتهجت دين الإسلام منهجا لها وسارت على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما نص على ذلك نظامها الأساسي للحكم، وكما يصرح به ولاة أمورنا وفقهم الله لخيري الدنيا والآخرة. وما حصل من مخالفات فإنما هو ممارسات يمكن معالجتها. ومن فضل الله عز وجل أن ولاة الأمور يحرصون على تداول ما يرد عليهم من أمور شأن عام مع علماء الشريعة من أجل معرفة حكم الله عز وجل في النوازل والسير على شرع رب العزة والجلال. ومن هذا المنطلق كانت هناك مناقشات بين ولاة الأمور وعلماء الشريعة في هذه البلاد في موضوع منح رخصة القيادة للمرأة، وكان الرأي الغالب أن نصل الموضوع على الإباحة، لكن هناك مفاسد محتملة أو متوقعة أن تحصل من هذا الأمر. نعم. وبين ولاة الأمور أن هذه المفاسد يقابلها مميزات ومصالح تحصل من هذا الأمر وهذا القرار، كما بينوا عددا من المفاسد التي تحصل من خلال الواقع اليوم، وبينوا بعض الوقائع والحوادث التي وقعت وموثقة بوثائق بتوثيق كثير. وكذلك وعدوا باتخاذ الإجراءات المناسبة الموصلة إلى درء المفاسد التي يتوقعها من يتوقعها. طيب، وهذا تحديدا فضيلة الشيخ، هذا تحديدا ما أرجو من الله يتحدث عن المعارضون، أن يعينهم وأن يوفقهم على أن يبذلوا الجهود في تحقيق هذه المواعيد. ومن فضل الله عز وجل أن أهل هذه البلاد حريصون على القيم الإسلامية التي بإذن الله عز وجل يكون بالتمسك بها درء كثير من هذه المفاسد. وأهل هذه البلاد إن شاء الله محل ثقة، فضيلة الشيخ، ومحل أمانة. تسمعني فضيلة الشيخ، والمرأة المسلمة في هذه البلاد محل ثقة، وإن شاء الله أنها على قدر المسؤولية والأمانة
التي أوكلت بها من خلال إعطائنا هذه الشيخ الأمر. نعم. أسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير وأن يجزيهم خير الجزاء. شكرا لكم. شكرا لكم فضيلة الشيخ الدكتور سعد الشثري المستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، كان معنا عبر الهاتف معلقا على الأمر السامي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله، والذي كان كما قلنا محل اهتمام وتقدير المجتمع هنا في المملكة العربية السعودية ومحل ترحيب عربي ودولي نظرا لانعكاساته الكبيرة على المجتمع السعودي. وينضم إلينا أيضا عبر الهاتف الشيخ الدكتور محمد العريفي الأستاذ الجامعي المعروف، حياكم الله دكتور محمد، وقد تابعتم مع الملايين الأصداء التي حدثت عقب إعلان الأمر السامي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين بتمكين المرأة من قيادة السيارة، والتي وهو القرار الذي استند إلى أن لا ضرر شرعيا وأنه من حيث الأصل الإباحة في الأمر واردة. إذن شيخ دكتور محمد، تعليق فضيلتكم على هذا القرار. بسم الله الرحمن الرحيم. هو كما تفضلت وكما تفضل المشايخ والعلماء والمثقفون الذين شاركوا أن الأصل في قيادة المرأة للسيارة في أصلها أنها أمر مباح. الرجل والمرأة كلاهما له حرية التنقل، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا من لهم حرية يعني المشي في الأرض والتنقل فيها واستعمال وسائل النقل. في تصوري أن المرأة المحتشمة سوف تبقى محتشمة سواء قادت السيارة أو لم تقد السيارة. اليوم وسائل التواصل بين الفتيات والشباب متنوعة وسهلة، فيبقى إيمان الفتاة بعفتها وحرصها على صيانة نفسها أنه هو الأصل في حمايتها سواء قادت السيارة أو لم تكن. وأنا كل ثقة أن المرأة السعودية ستتعامل مع هذا القرار بأسلوب يخدم أسرتها يخدم مسؤولياتها. القرار جاء من خادم الحرمين وفقه الله لخدمتها، جاء لمساعدتها على ظروف حياتها، جاء لتسهيل أمورها وإجراءاتها وما شابه ذلك. فأنا دكتور واثق بإذن الله أن النتيجة بإذن الله تعالى ستكون مشرقة في المجتمع. أسأل الله تعالى أن يوفق خادم الحرمين ولي عهده لكل خير، وأن يحفظ بلدنا ويحفظ وحدتنا ويحفظنا بإذن الله تعالى بكل سوء. نعم. دكتور محمد، يعني هناك من يدخل القضايا الشرعية في كل صغيرة وكبيرة في الشأن في الشأن الاجتماعي، خاصة في مثل هذه الأمور. نحن نعرف أن من كان يقف معارضا لمثل هذا القرار أو لمثل هذه التوجه عندما كان فكرة كان يستند إلى ما يعتقد أنه نصوص شرعية، الآن ثبت بالدليل القاطع أن لا نصوص شرعية يعني تحرم على المرأة أن تقود السيارة وأن الأصل في ذلك الإباحة. أنا في تصوري أن هيئة كبار العلماء هي المرجع في مثل هذه الأمور. الخلاف بين العلماء قديم سواء في أمور قيادة السيارة أو في أمور حتى تتعلق بالزواج واللباس والتسويق ونحو ذلك. فإذا اجتمع الناس على هيئة وعلى مفتي معتبر ومقبول من الجميع ومعين من ولي الأمر، في تصوري أن هذا يقطع الخلاف، خاصة إذا وقع الخلاف وأصدر ولي الأمر وفقه الله أصدر في ذلك قرارا بناء على دراسات لهذا الأمر وما شابه ذلك. هذا يقطع الخلاف في هذه المسألة. لكن الخلاف سيبقى موجودا، لكن أنا أقول المرجع كما قال الله تعالى: وإذا صابهم أمر من الأمر أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منه. فالأصل أن تعاد الأمور إلى ولاة الأمر، ولاة الأمر سواء خادم الحرمين الشريفين وفقه الله عهده أو كذلك العلماء الذين يشيرون عليهم ويبحثون هذه القضايا ويقررون. نعم. الشيخ الدكتور محمد العريفي الأستاذ الجامعي، كنت معنا عبر الهاتف معلقا على الأمر السامي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله، ممكنا المرأة من ممارسة حقها في قيادة السيارة. شكرا لك.
ونواصل أيها الإخوة والأخوات متابعة التعليقات وردود الفعل على الأمر السامي الكريم الذي صدر ممكنا المرأة من قيادة المرأة للسيارة، والذي تحدد له بدء يوم 10 من شوال 1439 من الهجرة. وبطبيعة الحال قبل ذلك هناك لجنة من الجهات المعنية ستضع الضوابط والأنظمة التي تتفق مع الضوابط الشرعية المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وبالتالي فستكون إلى جانب أثارها الاجتماعية هناك أيضا جوانب اقتصادية وسياسية لهذا القرار. يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف الدكتور عبد الكريم الدخيل أستاذ العلوم السياسية. حياكم الله دكتور، وأعتقد أنكم تابعتم ما تم خلال الساعات وما زال مستمرا حتى الآن التي أعقبت إعلان المرسوم الملكي الكريم من ردود فعل على المستويات الداخلية العربية والدولية، والتي جاءت في معظمها مرحبة بهذا القرار الذي طال انتظاره. دكتور عبد الكريم، بداية كيف تلقيتم وتابعتم هذا القرار؟ مرحبا بك ومرحبا بالأخوة المشاهدين. ولا شك أنه بالنسبة للقرار هو قرار تاريخي بالنسبة لمسيرة التطور والإصلاح في المملكة العربية السعودية، وهو طبعا على البعدين الدولي. لو ترفع صوتك شوي دكتور عشان يسمعك المشاهدون. نعم، وهو على المستوى الدولي والداخلي قرار حكيم. بالنسبة للأبعاد الداخلية لا شك أنه في بعد اجتماعي وفي بعد اقتصادي وأبعاد أخرى، ولكن اللي يهمنا أكثر هو على الأقل من منظوري ومتابعتي هو البعد السياسي الدولي. نعم، فإن غالبا ما نشارك في مؤتمرات دولية ويكون الحديث عن مسيرة الإصلاح ومسيرة النمو والتنمية في المملكة العربية السعودية خلال 100 عام المنصرمة، ونشير إلى أنها شهدت تطورات كبيرة في كل المجالات، مجلس الشورى، تطور الأجهزة الحكومية وأدائها وكفاءتها. وطبعا دائما يعني يثار موضوع لماذا تأخر يعني قيادة المرأة، وهي من الحقوق الطبيعية في كل المجتمعات. وكنا نعتقد أن هذا القرار قادم، وأعتقد أن صدور الأمر السامي الكريم في هذا الموضوع هو يعني تأكيد وانتصار لدور المرأة ومكانتها، وإبراز أيضا مكانة المملكة على المستوى الدولي، وإزالة ما يثار من نعم. شكوك. طيب، وفي هذا الاتجاه دكتور عبد الكريم، يعني المناوئون والحجج التي رددوها كثيرا، أين هم وأين هي الآن؟ لا شك أنه في تغير كبير في المجتمع السعودي. يعني أنت لما تتكلم من قبل أتكلم أيضا على المناوئين من الخارج حتى، يعني الذين يتخذون بعض المنابر الإعلامية والسياسية في الخارج للنيل من المملكة متذرعين بمثل هذه الأسباب. لا شك أن هذا طبعا يعني لجمة لهم، وتأكيد أن المملكة تسير بخطى ثابتة وخطى واضحة وفي التصاق بين القيادة وبين الشعب، وأن كل ما يتطلع له الشعب السعودي في الحاضر وفي المستقبل سيتحقق بظل يعني التحرك المدروس والتدريجي. وبالتالي المملكة يجب أن تستمر في هذه الخطى وأن تغفل يعني حجج هؤلاء، لأنه بالنسبة لهم هم مثل من يصطاد بالماء العكر. يعني حتى نعم. بعد هذه الخطوة سيحاولون إثارة قضايا أخرى، ما في شك. وبالتالي احنا لن نلتفت لا قيادة ولا شعبا، يعني جميعا ملتفين حول بعض. نعم. ونتطلع إلى أن تكون المملكة في المكان المرموق لها كدولة في مجموعة 20، دولة رائدة على المستوى العربي والإسلامي، والحمد لله مكانة المملكة محفوظة في كل مكان. طيب، وفي هذا الاتجاه دكتور، وأنت تحدثت أيضا وأشرت إلى موضوع المشاركات في الملتقيات والمنتديات العالمية، والمملكة العربية رقم فاعل واسم مهم جدا في كل المنتديات الدولية، سواء على مستوى الأمم المتحدة، قمة 20 وغيرها من التجمعات العربية والإسلامية والدولية التي يشكل حضور المملكة فيها ثقلا مهما وأساسيا. كيف ترى الصورة بعد هذا القرار، يعني في هذه المحافل خاصة في المحافل الدولية؟
لا شك أن الصورة ستتغير بشكل كبير. يعني هذا أمر أو استحقاق داخلي، خادم حرمين الشريفين يعني قدمه في الوقت المناسب للمجتمع السعودي، وبالتالي الآن يعني سيكون المشاركات على المستوى المنظمات الدولية، الأشياء المتعلقة بالمرأة وغيرها، سيظهر أنه هذا الموضوع كان استحقاق داخلي، وكما كنا دائما نقول أنه قضية داخلية، وفي الوقت المناسب سيتم اتخاذ القرار المناسب والقرار الحكيم، واعتقد ان هذا القرار الحكيم صدر في وقت ايضا جميل، وهو بعد اليوم الوطني 86 للمملكه. نعم 87. نعم 87. نعم. الدكتور عبد الكريم الدخيل استاذ العلوم السياسيه كنت معنا عبر الهاتف، ونشكرك على هذه المداخله التي تحدثتم فيها عن الانعكاسات على المستويات الدوليه لقرار أو للأمر السامي الكريم الذي قضى بتمكين المرأة من قيادة السيارة. شكرا جزيلا لك دكتور، وسنواصل معكم إخوتنا المشاهدين والمشاهدات متابعة ردود الفعل وأخذ بعض آراء المختصين في الشأن السياسي والإعلامي والشرعي بعد هذا الفاصل. وما زلنا معكم أيها الإخوة والأخوات عبر قناتكم السعودية الأولى في متابعة ردود الفعل على الأمر السامي الكريم الذي قضى بتمكين المرأة من قيادة السيارة، وهو القرار أو الأمر الذي ظل وما زال محل اهتمام ومتابعة الكثير من الدوائر الإعلامية والسياسية في مختلف قارات العالم. معنا عبر الهاتف الدكتور إبراهيم النحاس أستاذ العلوم السياسية، حياكم الله دكتور، ونود مداخلتكم فيما يتعلق بالجانبين الإعلامي والسياسي لهذا القرار على المستوى الدولي، كما تابعتم خلال الساعات التي أعقبت إعلان الأمر السامي، وما زالت حتى اللحظة محل اهتمام الكثير من الدوائر السياسية والإعلامية. نعم، شكرا لكم على هذه الصفة الكريمة. وكما تفضلتم الأمر السامي الكريم حظي باهتمام عالمي وأيضا ردة فعل إيجابية على جميع المستويات حقيقة الدولية والمنظمات الدولية وحتى المستويات العلاقات الدولية الثنائية. المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين حفظه الله عندما اتخذ هذا القرار ووضعه على أمر الواقع الآن هدف لخدمة الصالح العام لشعب المملكة العربية السعودية وللدولة السعودية من منطلقات سياسية اجتماعية اقتصادية وغيرها من منطلقات رآها حفظه الله. ردة الفعل الدولية كانت إيجابية كبيرة جدا لاعتبارات مهمة جدا. المملكة العربية السعودية دولة رئيسية على المستوى الدولي والمستوى الإقليمي والمستويات العربية والإسلامية، وبالتالي هذا ما كان ينقص إلى حد كبير المملكة العربية السعودية في مجال تمكين المرأة، وهو تمكينها من قيادة المركبة بشكل مباشر، لأنه في مراحل ماضية كانت تنتقد المملكة في مثل هذه الجوانب لاعتبارات يراها الطرف الآخر بأنها ممارسة إلى حد ما لا تنصف المرأة السعودية بشكل أو بآخر. ولكن تطورات المجتمع السعودي التي رآها خادم الحرمين الشريفين والتنمية الكبيرة التي حدثت جعلته يتخذ مثل هذا القرار الذي فيه منفعة كبيرة جدا للشعب السعودي. الآن ردة الفعل الدولية رأيناها على جميع المستويات السياسية، سواء فيما يتعلق بالدول الكبيرة ومنها الولايات المتحدة الأمريكية التي رحبت وأيدت هذا القرار، وأيضا المنظمات الدولية وأيضا على رأسها هنا منظمة المتحدة على لسان أمينها الذي دعم هذا التوجه ورحب به بشكل كبير جدا. نعم. وهنا يأتي تعزيز الدور السعودي أيضا حتى فيما يتعلق بإدارة التنمية. نعم. الداخلية. نعم. والتنمية المجتمعية. وهذا ما حدا بأحد كبار المسؤولين السابقين في الأمم المتحدة حينما سئل عن سبب ردود الفعل العالمية القوية والمتسارعة، قال باختصار إنها المملكة العربية السعودية، فلا غرابة أن يكون الشأن الداخلي السعودي محل اهتمام ومتابعة دوائر إعلامية وسياسية على المستوى الدولي نظرا لما تمثله المملكة من ثقل ديني سياسي اقتصادي اجتماعي على مختلف المستويات. نعم، وأيضا إذا ما اتجهنا إلى المرجعية التي تمثلها كما تفضلت أخي الكريم فيما يتعلق بالجانب الإسلامية، فالمملكة ينظر لها بأنها الرائدة والقائدة للعالم الإسلامي، وبالتالي ما يحدث للمملكة أيضا يعبر بشكل أو بآخر عن
تطلع المسلمين حول العالم، وايضا خادم الحرمين الشريفين بصفته ولي امر المسلمين ايضا ما يصدر عنه يعبر بشكل او باخر عن تطلعات الامه الاسلاميه. اما من الناحيه الاعلاميه فجميعنا شاهدنا الايجابيه الكبيره جدا والترحيب الكبير جدا الذي حدث من وسائل الاعلام سواء المحليه او العربيه او حتى الدوليه والعالميه، وهذا ايضا كما تفضلت ليس بالمستغرب، فحدث يحدث في المملكه العربيه السعوديه يؤثر ويكون له سمعه كبيره على المستوى الدوليه. شكرا لكم. الدكتور ابراهيم النحاس استاذ العلوم السياسيه كان معنا معلقا على الأمر السامي الكريم الذي قضى بتمكين المرأة من قيادة السيارة، وهو الأمر الذي كما قال ضيوفنا وكما سمعتم وشاهدتم وتابعتم منذ اللحظة الأولى لإعلان الأمر السامي الكريم وحتى الآن ما زال الحدث يشكل يعني حضورا رئيسيا على موائد مختلف القنوات الإعلامية والدوائر السياسية، وكما قال المسؤول الكبير في الأمم المتحدة وهو مسؤول سابق وذكرناه في التعليق مع الدكتور النحاس أن الأمر ببساطة هو أن الأمر يخص المملكة العربية السعودية الدولة الرائدة دينيا اقتصاديا اجتماعيا ثقافيا سياسيا ليس فقط في محيطها العربي ولكن أيضا على المستويين الإسلامي والدولي. نواصل بعد قليل. وللحديث أيضا من زاوية أخرى عن الأمر السامي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين وحظي باهتمام غير مسبوق على المستويين العربي والدولي، وهو الأمر السامي الذي قضى بتمكين المرأة من قيادة السيارة بعد انتظار طويل لهذا الموضوع. ومعنا عبر الهاتف الزميل الأستاذ سلمان الدوسري الإعلامي والكاتب الصحفي المعروف. حياك الله أستاذ سلمان، وأنت في لندن تابعت ربما من زوايا أخرى ردود الفعل على الأمر السامي الكريم الذي كان وما زال حتى اللحظة محل اهتمام الدوائر الإعلامية والسياسية. مساء الخير. هناك ثلاث محاور أساسية للتعليق على هذا القرار في تقديري. الأول أن قرار الملك الإصلاحي سلمان بن عبد العزيز بقيادة المرأة للسيارة هو جزء من عملية ضخمة لتمكين المرأة السعودية. هذه العملية ابتدأت فعليا منذ اليوم الأول من تولي الملك سلمان الحكم في يناير 2015. هذه العملية الإصلاحية الاقتصادية لا يمكن أن تكتمل أو تنجح بدون تمكين المرأة، ولن ينجح مشروع تمكين المرأة إلا بمنحها حق قيادة السيارة. المحور الثاني يمكن عنوانته بالسر في التوقيت. فكعادة القرارات التاريخية التي ينطوي عليها تغيير مجتمعي أو سياسي أو حتى اقتصادي يتخوف البعض من إقرارها، وبينما ربما يتشدد المتحفظون في التحذير منها، لكن ما أن يعني تدق الساعة يوفق صاحب القرار في اختيار اللحظة المناسبة وتهيئ الظروف المواتية للتطبيق يذهب خوف الناس منها ويسقط في يد المتحفظون كيف تقبل الآخرين لها، وأيضا تمر بسلام كما لا يتوقع أحد حتى أشد المتفائلين، وهذا ما حدث في هذا القرار. أما المحور الثالث أن قرار قيادة المرأة للسيارة ليس قرارا سياسيا فحسب. في رأيي القرار السياسي إذا تعلق بقضية مجتمعية هامة لابد قبل إصداره توفير البيئة المناسبة لقبوله واتخاذه على أساس التوافق الثقافي والفكري، وهذا ما حدث بالضبط. حدث التغيير المجتمعي المنتظم وتوائم القرار السياسي مع رغبة الناس. نعم أستاذ سلمان، يعني في هذا المجال وأنت ذكرت ثلاث نقاط على جانب كبير من الأهمية، يعني الحديث عن أن المجتمع السعودي والذي ظل يعني موضوع رئيسي لكل المناوئين بأن المجتمع غير جاهز، البيئة غير مناسبة، كل هذا بقرارات الملك سلمان في كثير من المفاصل ليس فقط فيما يتعلق أيضا بموضوع قيادة المرأة أثبت أن المجتمع السعودي أهل للمسؤولية وتقبلها وتحملها. بالضبط، أستطيع القول أن قطار الإصلاح الاجتماعي في السعودية ماضي في مسيرته دون توقف بل دون إبطاء. اللحظة التاريخية والعلامة الفارقة كان لابد لها أن تحضر حتى وأن تأخرت. المرأة ها هي تقود في السعودية بقرار إصلاحي آخر على يد القيادة السعودية التي لم تتوقف عن تغييرات هامة وجذرية سياسيا
واقتصاديا وأيضا اجتماعيا وفي فترة قصيرة زمنيا، وهذه مهمة جدا. أما لماذا نقول أخيرا؟ لأن المجتمع السعودي تمكن فعلا بعد جهد جهيد من التخلص من أسباب في مراحل سابقة أدت إلى التأخر في اتخاذ هذا القرار، ربما كان لها أسبابها ومبرراتها في ذلك الحين. أيضا كما قلت أثبت المجتمع السعودي خلال يعني سنوات قليلة جاهزية للتحديث والتطوير وتقبل أي إصلاحات مجتمعية معقدة قد تكون ظروف عديدة ساهمت في اعتبارها من المحظورات لعقود طويلة. نعم، الأستاذ الكاتب الصحفي الإعلامي المعروف الزميل الأستاذ سلمان الدوسري كان معنا عبر الهاتف من لندن متحدثا عن القرار السامي الكريم القاضي بتمكين المرأة من قيادة السيارة، والذي أوجز رأيه في ثلاثة محاور كلها على جانب كبير من الأهمية. شكرا لك أستاذ سلمان، وقد تحدث عن أن القرار جاء كجزء من عملية تمكين المرأة، والقطار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والإصلاحي الذي انطلق في المملكة العربية السعودية محطاته حتى اللحظة تسير وفق ما خطط لها، أيضا عملية التوقيت والتي جاءت مناسبة أيضا، وكذلك أن القرار ليس سياسيا فحسب ولكنه أيضا جاء بعد توفير البيئة المناسبة. ونختم هذه المداخلات أيها الإخوة والأخوات التي خصصناها في هذا اللقاء الخاص عن أو للأمر السامي الكريم الذي صدر بالأمس ومكن المرأة من قيادة السيارة، مستندا على ألا شبهة في ذلك وأن الأصل فيه الإباحة، كما أن هيئة كبار العلماء أيضا أصدرت بيانها المؤيد لذلك. ومعنا عبر الهاتف الآن فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن حميد المستشار في الديوان الملكي، عضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام في مكة المكرمة. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وحيا الإخوان المشاهدين والمشاهدات. فضيلة الشيخ، يعني رأيكم مهم جدا في مثل هذه المرحلة ومع هذا القرار الذي يتحدث كثير من المناوئين له، يعني مضمنين بعض النصوص الشرعية. نود أن نتحدث هنا عن الجانب الشرعي والتشريعي فيما يتعلق بهذا القرار. بسم الله، الحمد لله على الله وصحبه أجمعين. الحمد لله، أولا دولتنا غالية الحين، الحمد لله، حينما تريد يعني مثل هذه الأمور أو مثل هذه القضايا الحمد لله أهل العلم وتعرض الأمر على العلماء ولا سيما على أعضاء هيئة كبار العلماء. وفي هذا الصدد الحقيقة هي أيضا بسطت رؤيتها في وبينت ما تريد الرأي فيه العلم من منطلق شرعي ومن منطلق أيضا قامت عليها الدولة ولله الحمد من تحكيم الشريعة والرجوع إلى أهل العلم. وفي الحقيقة أن يعني وكما في الأمر السابق الموجه للمقام وزارة الداخلية، يعني هو لا شك منطلقه سد الذرائع أو باب سد الذرائع، وباب سد الذرائع لا شك طبعا أنه هو باب أصيل من أصول الفقه والأحكام، يستند إليه أهل العلم وفي النظر في الأحكام. و ولهذا تهد القائلين بالمنع لقيادة المرأة للسيارة ومشايخنا رحم الله الأموات وحفظ الله الأحياء ينظرون كما في التوجيه السامي إلى الاحتمالات والتوقعات. ولهذا كل ما كان منطلقه أو مرجعه أو موئله إلى باب سد الذرائع فهو كما يقول هو من باب تحريم الوسائل وليس من تحريم المقاصد. بمعنى ما كان تحريم الوسائل فإنه ينظر فيه لرجحان المصلحة، فما تبين رجحان مصلحته فإنه يباح. والأمر السامي أيضا واضح جريء الحقيقة. ولهذا يعني
أن الدولة ونفسه في الخطاب أو في الأمر السابع الموجه للمقام الداخلية يعني نص فأولا منها مثلا أنه قال يعني في ظل إيجاد الضمانات الشرعية نعم والنظامية اللازمة نعم سيكون لذلك لائحة تنفيذية بالتأكيد وضوابط مقننة ومحددة. لا أنا أحب أن أتكلم عن 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 يعني دقة وإحكام الأمر السام. جميل. نعم. يقول في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية لتلافي كل الذرائع. يعني الكلام في سد الذرائع لتلافي كل الذرائع ولو كانت الاحتمال المشكوك فيه. نعم. وأيضا كذلك جاء فيها يعني هذا نص يعني حقنا ودولتنا حينما قال في الأمر السامي والدولة بأمر الله حارسة القيم الشرعية فإنها تعتبر رعايتها والمحافظة عليها في قائمة أولوياتها في هذا الأمر وغيره. ولهذا أيضا جاء في الخطاب وهو قوي جدا قال لن تتوانى اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن مجتمعه وسلامته. وأيضا لما وجهت التنفيذ للجنة المشكلة قالت ويكون التنفيذ وفق الضوابط الشرعية النظامية المتعددة. إذن كانت الصورة واضحة والتصور جلي جدا في التوجيه السامي وأيضا في التصور فيما يعني صدر فيه التوجيه وفيما أيضا قد يكون فيه حالة تنفيذ. ومن هنا إن شاء الله يعني الموضوع يعني واضح وجلي ووفق الله الدولة وسددها ووفقكم الله. إذا فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن حميد المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام في مكة المكرمة كان معنا عبر الهاتف معلقا على الأمر السامي الكريم الذي قضى بتمكين المرأة لقيادة السيارة. وكما أشار فضيلته فإن الأمر السامي نفسه قد تضمن كل البراهين والأدلة التي تؤكد على سلامة المقصد وعلى أهمية أن يكون ذلك وفق أنظمة تنطلق من الضوابط الشرعية وأيضا في مدة زمنية قضى بأن تكون خلال 30 يوما للرفع بهذه اللوائح والأنظمة التي سيتم بموجبها تطبيق الأمر السامي الكريم. نشكر لكم طيب متابعتكم أيها الإخوة والأخوات ونلقاكم في مناسبات خير قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.